بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله فيديوهات ريد اليرت لاب. ده الفيديو رقم 108. كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي، بس قبل يا جماعه ما اتكلم على اللي كنت بتناقش فيه الفيديو اللي فات باختصار، اتمنى ليكم قراءه الفاتحه لوالدي المتوفى الباشمهندس رؤوف الجنيدي. اسال الله ان يدخله فسيح جناته وان يرحمه هو جميع امواتنا جميعا. القراءه الفاتحه له وكل امواتنا جميعا. كنا بنتكلم بان حوالي 19 فيديو عن وثيقة اسمها CIS Critical Security Controls Version 8، وهي وثيقة بتتكلم على ازاي تأمن نفسك ضد الاختراق السيبراني. والاختراق السيبراني بشكل بسيط ان انا اقدر اخترق شبكتك عشان اسرق معلومات الشركة الحساسة، اذا كان معلومات مالية او معلومات ليها علاقة بانظمتك الداخلية، او ان انا برضو اعمل اختراق عشان اشفر المعلومات دي بحيث ان انت ما تعرفش تستعملها، وإذا حبيت تستعملها لازم تدفع لي فلوس أو فدية بما يعرف في فيروس الفدية. المهم كنا بقالنا حوالي 19 فيديو بنتكلم على الوثيقة دي اللي هي طالعة من مؤسسة اسمها Center for Internet Security، وهي مؤسسة معنية في الأصل بأنها بتطلع توصيات للتأمين، تأمين مختلف الأنظمة وتأمين مختلف التطبيقات وتأمين الشبكات بشكل عام. تمام؟ الوثيقة دي قالت عشان تأمن نفسك ضد الاختراق السيبراني في 18 خطوة لازم تعملهم. تمام؟ احنا كنا اتكلمنا على 10 خطوات، النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الخطوة رقم 11. بس قبل كده ممكن ان انا اوريكو يعني شكل مختصر العشر خطوات اللي فاتوا. دي رسمة هبقى احطها في لينك تحت الفيديو، رسمة بتوصف بشكل مختصر اللي احنا بنناقشه في ال 18 فيديو اللي فات. دي رسمه فيها كل الخطوات ازاي تامن نفسك ضد الاختراق السيبراني على شكل رسمه مش على شكل كلام. خلاص؟ طيب، فاول خطوه قلنا عشان نامن نفسنا ضد الاختراق السيبراني ان احنا نعمل جرد لكل اصول المؤسسه الثابته اللي هي الاجهزه والسيرفرات. دي اول خطوه. تاني خطوه نعمل جرد لكل التطبيقات والانظمه. تمام؟ تالت خطوه ان احنا نعمل داتا بروتكشن او حمايه البيانات، وهي حمايه البيانات وهي ثابته او متخزنه وهي بتتحرك ما بين اداره واداره او من مؤسستي لمؤسسات تانية. دي الخطوه رقم 3. وبعدين زي ما احنا شايفين هنا الخطوه وتحتيها التفاصيل بتاعتها، يعني كل خطوه متقسمه لنقط اقل. تمام؟ فده الرسمه دي موضحه الخطوه الاساسيه والخطوات الفرعيه. نيجي بعد كده للخطوه رقم 4 واللي هي Secure Configuration of Enterprise Assets Software and Hardware، وهي معناها هنا ان انا احفظ اعدادات كل الاجهزه اللي عندي في الشبكه. خلاص، دي باختصار اللي هي احفظ كل الاعدادات اللي عندي في الشبكه. عندي مثلا الكونفيجريشن بتاع الفايرول لازم احفظه، عندي الكونفيجريشن مثلا بتاع السويتش لازم احفظه، عندي الكونفيجريشن بتاع الاكتف دايركتوري لازم احفظه، واحفظ كل ده في مكان مركزي. تمام؟ داتابيز او ما شابه. ومش ان انا احفظ الاعدادات وبس، ان انا اقوي الاعدادات، اعمل حاجه اسمها هاردنينج، بمعنى انه في بعض الاعدادات في الفايرول ممكن يكون يستغلها بعض الهاكرز في ان هم ياخدوا سيطره على الفايرول، فلازم ان انا امن الاعدادات دي. مثلا الفاير وول في مثلا حساب مش متامن صح، في خدمه ممكن يتم استغلالها، فلازم ان انا امنها. امنها ازاي؟ بان انا اشوف توصيات المؤسسات العملاقه زي مؤسسه CIS دي او وزاره الدفاع الامريكيه ازاي امن الفاير وول. خلاص، امنه بان انا اشوف ايه الخدمات الضعيفه واحاول اشوف ازاي اقدر امنها او ان انا اقفلها خالص. وفي نفس الوقت كمان عشان أأمن نفسي لازم إن أنا كل الأجهزة اللي عندي تبقى متحدثة بآخر التحديثات الأمنية. دي نقطة رقم 4، والكلام ده ينطبق على الفايرول أو على الويندوز مثلا على سبيل المثال، ويندوز سيرفر ويندوز 10، وزي ما شفنا في السلسلة دي إزاي نأمن الويندوز 10 والويندوز سيرفر. الخطوة رقم 5 إدارة الحسابات. خلاص؟ واتكلمنا فيها. وبعد كده رقم 6 إدارة الوصول للموارد. دي برضو اتكلمنا فيها. والخطوة رقم 7 إدارة الثغرات، إزاي إن أنا أقدر أكشف عن الثغرات وإزاي أقدر أعالجها. تمام؟ وإيه الخطة اللي المفروض أعملها عشان أقدر أعالج الثغرات دي بشكل يبقى واضح ومفصل وبيبقى بشكل أوتوماتيكي كمان، ما أقعدش إن أنا كل شوية يعني إيه أكتشف الثغرة متأخر أو أكتشفها بشكل ما في وقت مش مناسب بعد ما تكون الثغره نفسها قدر يستغلها حد من الهاكرز. ففي طريقه او في اسلوب لاداره الثغرات وازاي ان انا اعالجها. تمام؟ دي الخطوه رقم 7. الخطوه رقم 8 حاجه اسمها اودت لوج مانجمنت، وازاي ان انا اودت لوج مانجمنت دي كنا اتكلمنا عليها او بيسموها اداره
اللوجات. ايه اللوجات دي باختصار؟ احنا قلنا كل نظام بيسجل اللي بيحصل فيه في لوجات او في كلام مكتوب. ازاي نقدر احنا بقى ايه ندير العملية دي في كل الانظمة؟ اللوج بتاع الفاير وول، اللوج بتاع الويندوز، اللوج بتاع الويندوز 10. ازاي اقدر انا اشوف كل اللوجات دي، اقدر ان انا اطلع عليها واخزنها واحللها عشان اشوف ايه اللي فيها، احللها بان انا اعرف في اختراق تم ولا لا، احللها بان انا اعرف مين دخل على ايه في اي وقت. دي حاجة اسمها ادارة اللوجات. خلاص. طيب الخطوة رقم 9، ايميل اند ويب براوزر بروتكشن، او حماية الايميل او البريد الالكتروني وحماية المتصفح. احنا عارفين ان اضعف نقطة زي ما قلنا في المؤسسة كلها هي البرامج والتطبيقات اللي مواجهة الانترنت. خلاص. لان طالما انت واجهت الانترنت يبقى في فرصة ان في هاكر يقدر ان هو يستغل التطبيقات دي، وتبقى انت عرضة للعالم كله. يعني انت طالما بقيت واصل على الانترنت يبقى انت كده مفتوح على الناس كلها. فازاي نأمن الايميل او البريد الالكتروني والمتصفح؟ ده كنا اتكلمنا عليه. دي الخطوة رقم 9. وبعدين الخطوة رقم 10، مالوير ديفنس، او ازاي ان انا اعمل حماية لنفسي ضد الفيروسات والمالويرز. دي بشكل مفصل، ازاي يبقى عندي سوفت وير محترم يقدر يحميني، وازاي ان انا اقدر ان انا احدثه بشكل مستمر، وازاي اقدر ان انا ابقى عندي دفاع قوي ضد الانتي فايروسز او ضد الفيروس وضد المالويرز. الخطوه رقم 11 اللي هتكلم فيها النهارده حاجه اسمها داتا ريكفري او اعاده البيانات. في خطوه اسمها داتا بروتكشن اللي هي حمايه البيانات، وقلنا حمايه البيانات مش ان انا احميها بان انا اخزنها في مكان امين وان انا اشفرها، لا، كمان ان انا اعمل لها باك اب او اعمل لها نسخ احتياطيه. خلاص. فان انا اعمل نسخ احتياطيه من المعلومات دي الخطوه الاولانيه في حمايه المعلومات. طب لما احب بقى ارجع المعلومات، في برضو لازم يبقى عندي اسلوب وطريقه معروفه ازاي اقدر ارجع المعلومات. تمام. ارجع المعلومات دي ليها خطه؟ اه طبعا ليها خطه. هل هي المعلومات دي؟ ما هي المعلومات انواع. لما اجي ارجع المعلومات دي مين اللي هيرجع المعلومه؟ مين التيم المسؤول عن ترجيع المعلومه دي؟ لو مثلا سيستم الحسابات، مين مسؤول يرجع المعلومات بتاع سيستم الحسابات؟ وهترجع ازاي؟ خلاص. وهجيب المعلومات دي منين؟ انا هرجع المعلومات دي منين؟ من باك اب. طب الباك اب ده متخزن فين؟ كل ده يبقى عندي خطه اسمها داتا ريكفري او استرجاع المعلومات. طب الاضافه لازم يكون عندي حاجه اسمها ديزاستر ريكفري او اداره الازمات. لازم يكون عندي خطه شامله لما يحصل عندي كارثه في اي سيستم من السيستمز اللي عندي او الانظمه اللي عندي او الداتا سنتر نفسه حصلت فيه مشكله، لازم يبقى عندي خطه لاسترجاع المعلومات من الانظمه اللي وقعت دي واسترجاع الشبكه كلها لو وقعت. دي حاجه اسمها ديزاستر ريكفري، وهوريكم في بعض المؤسسات عامله خطه محكمه جدا للكلام ده، ولازم يكون عندك انت حاجه زي كده. خلاص. موجود عندك خطه مفصله لو وقع ايه اتصرف ازاي، ولو وقع ايه البديل للحاجه اللي انا عاملها دي. دي لازم اي تي او اي مدير تكنولوجيا معلومات لازم يكون عنده خطه واضحه وصريحه لما تحصل مشكله اقدر اتصرف ازاي. تمام. فدي الخطوه رقم 11 اسمها داتا ريكفري. وخلينا نشوف هي اساسا بتتكلم عن ايه او متفصصه لايه. الداتا ريكفري قلنا ان احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا خليني كده اجيب لكم بس ايه برضو وصف بسيط للنقطه دي. الداتا ريكفري فين الداتا ريكفري؟ بصوا يا جماعه ادي النقطة دي. بصوا يا جماعة ادي الخطوة رقم 11. تمام. عايزين بس نبص بص على الوصف السريع للحكاية دي. هقرا بالانجليزي واترجم بالعربي. Establish and maintain data recovery practices sufficient to restore in scope enterprise assets to a pre-incident and trusted state. هو هنا بيتكلم ان لازم يكون عندك خطوات مفصله ازاي ان انت ترجع البيانات. تمام. اذا حصل عندك حاله معينه زي حاله اختراق، حد مثلا دخل شفر معلوماتك اللي هي فيروس الفديه، او حد دخل اخترق الشبكه بتاعتك وسرق المعلومات، ازاي تقدر ترجع المعلومات دي تاني؟ ازاي مثلا لو حد شفر المعلومات ازاي تقدر ان انت يكون عندك نسخه احتياطيه من المعلومات دي ترجعها؟ خلاص. كل طريقه لازم يكون عندك حاجه اسمها داتا ريكفري بروسيس، لازم يكون عندي بي دي افايه او عندي حاجه مكتوب فيها ازاي اقدر ارجع المعلومات اذا حصل حاله اختراق، او اذا المعلومات دي فقدت، او اذا النظام اللي عليه البيانات دي باظ. انا مثلا عندي سيستم حسابات مثلا، والسيستم الحسابات ده عليه ارقام وعليه بيانات متخزنه، سيستم الحسابات ده متخزن عليه ارقام. نفترض ان سيستم الحسابات كله وقع، البيانات اللي عليها تروح فين؟ لازم ابقى الاقي طريقه ان انا ارجع البيانات دي.
في حاجة اسمها داتا ريكوفري أو استرجاع المعلومات. وقلنا استرجاع المعلومات بيبقى من ضمن حاجة أو من ضمن خطة شاملة اسمها خطة إدارة الأزمات. لما تحصل عندي أزمة، الشركة بتاعتي اتحرقت، الداتا سنتر بتاعي دخل مية غرقته، حصل حريق، حصل أي حاجة، إزاي أقدر أنا أرجع المعلومات اللي في الداتا سنتر دي أو على السيرفرات اللي في الداتا سنتر، وإزاي أرجع الداتا سنتر كله على بعضه، إزاي إن أنا أعمل مثلا عندي داتا سنتر بديل اقدر انا استعمله وقت ما تحصل مشكله، او لو ما عنديش ازاي انا اقدر اعمل داتا سنتر جديد بسيرفرات جديده بكل البيانات اللي طارت من الداتا سنتر القديم والسيرفرات القديمه. دي لازم يكون عندي خطه واضحه وشامله ومفصله. هوريكو حاجه اسمها اداره الازمات في جامعه في اوريون في امريكا، هنشوف هنطلع على جزء من اسلوب ازاي ان هم يرجعوا البيانات وازاي ان هم كمان يعملوا حاجه اسمها اداره الازمات. طيب خلينا نشوف ايه الخطوات اللي بتتقال في الجزئية دي. الداتا ريكفري متقسمة ل 1 2 3 4 5 خمس خطوات. اول حاجة establish and maintain a data recovery process. انا هقرا بالانجليزي واترجم يا جماعة. هنا بيتكلم على انه لازم يكون عندك خطة واضحة لاسترجاع المعلومات. لازم تحدد ايه المعلومات اللي انا هسترجعها، انواع المعلومات اللي هسترجعها، ومين يرجع قبل مين. يعني على سبيل المثال انا عندي مثلا الاكتف دايركتوري وقع خلاص، وعندي النظام المالي وقع خلاص، مين ارجعه الاول؟ ارجع الاول الاكتف دايركتوري، لان الاكتف دايركتوري ده الناس كلها بتخش على الدومين عن طريقه، بما فيهم ان السيرفر بتاع الحسابات ده او النظام المالي ما هو متجون الدومين، صحيح متجون الدومين وداخل الاكتف دايركتوري. فبالتالي ارجع الاكتف دايركتوري الاول، وبعدين بعد كده ارجع النظام المالي خلاص. ففي حتة أولويات، إيه أنواع المعلومات اللي هرجعها، ومين اللي يرجع قبل مين، والمعلومات اللي هرجعها دي تمام مكان النسخ الاحتياطية فين، وهل هي متأمنة ولا لأ خلاص. يعني أنا دلوقتي سيستم الحسابات طار، طيب أنا واخد منه نسخة، النسخة دي مكانها فين خلاص، وهي متأمنة ولا لأ، محطوطة مثلا في خزنة مقفول عليها، محطوط مثلا في خزنة خارج مؤسستي. احنا كنا قلنا قبل كده ان احنا بنعمل باك اب او نسخ احتياطية، لازم ان احنا ناخد نسخ احتياطية ونحطها جوه المؤسسة بتاعتنا، وناخد نسخ اسمها اوف سايت، نسخ تبقى بعيد عن المؤسسة بتاعتنا على الاقل 1 كيلو بعيد عن مؤسستي. ممكن بقى تحطها في بنك، في خزنة بعيدة، ايا كان، بس عشان لو المؤسسة بتاعتك حصل فيها حريق والمعلومات طارت يبقى عندك نسخة تانية بره خلاص. طيب دي اول نقطه داتا ريكفري بروسيس، وهوريكم بعض المؤسسات طريقه استرجاع المعلومات عندها بتقفايه مكتوبه او وثيقه مكتوبه بالتفاصيل. وقلنا ان استرجاع المعلومات هو جزء من اداره الازمات، يعني لما تحصل ازمه من ضمنها ازمه المعلومات تفقد او المعلومات تبوظ، فازاي ارجعها، دي اسمها داتا ريكفري. يعني هنناقش حاجه اسمها ديزاستر بلان او اداره الازمات، ومن ضمنها الداتا ريكفري بروسيس او طريقه استرجاع المعلومات. يكون عندك حاجه مكتوبه ومتفصله تمام، دي اول خطوه، يكون عندك حاجه او عندك بي دي افايه او وثيقه مكتوب فيها ازاي ترجع معلوماتك. لو سيستم الحسابات وقع اقدر ارجعه ازاي، لو الاكتف دايركتوري وقع اقدر ارجعه ازاي، لو مثلا النظام بتوع الموارد البشريه وقع اقدر ارجعه ازاي. هشرحه على مثل حي قدامكم دلوقتي. دي اول نقطه. تاني نقطه بريفورم اوتوميتد باك ابس، يعني لازم ان انا اعمل نسخ احتياطيه اوتوماتيكيه. طبيعي احنا قلنا واحنا بنحمي البيانات اللي هي نقطه رقم 3، لازم يكون ان انا اخد بحمايه البيانات لازم ان انا اخد منها نسخ احتياطيه. طب النسخ الاحتياطيه دي لازم تاخد بشكل اوتوماتيكي، كل اسبوع، كل يوم، كل شهر، حسب انت ما عايز خلاص. وبرضو ممكن في مثلا معلومات لازم يتاخد منها نسخ كل يوم، وفي مثلا معلومات ممكن يتاخد منها نسخ كل شهر، وفي معلومات ممكن يتاخد منها نسخ كل سنه، حسب خلاص كده. ولازم طبعا المعلومات دي يعني ان انا اخد نسخه احتياطيه بتعتمد على مدى حساسيه المعلومات، يعني لو معلومات ماليه يبقى لازم اخد منها نسخ كتير عشان دي حاجه مهمه للمؤسسه خلاص. دي نقطه رقم 2. رقم 3 بروتكت ريكفري داتا، يعني لازم ان انا احمي البيانات اللي انا هرجعها دي. انا اخدت نسخه احتياطيه من مثلا النظام المحاسبي او النظام المالي خلاص، النسخه اللي خدتها دي اولا هخزنها في خزنه، والخزنه دي يكون عليها رقم سري، وكمان المعلومات اللي انا واخد منها نسخه دي لازم تكون مشفره، معمولها انكريبشن او تشفير خلاص. فدي عشان احمي البيانات اللي عايز ارجعها. يوم ما احب ان انا ارجع مثلا النظام المالي او
البيانات بتاعت النظام المالي، يبقى هاخد النسخة الاحتياطية دي اخدها افكها وبعدين ارجعها. خلاص دي اسمها protect recovery data. خلاص رقم 3. رقم 4 establish and maintain an isolated instant of recovery data. دي النقطة اللي انا بتكلم عليها. انت دلوقتي عندك نسخ من كل المعلومات المهمة في المؤسسة بتاعتك وكل الأنظمة المهمة، النسخ دي موجودة جوه المؤسسة خلاص، جوه خزنة مثلا في مكتب الاي تي ايا كان، وفي بعض النسخ بتبقى بره المؤسسة، حاططها على الايزور على الكلاود، حاططها مثلا على جوجل درايف، او طبعا مش جوجل درايف، حاططها على ايزور او اي دبليو اس، او حاططها على سيرفرات خارجية بره المؤسسة، ممكن تكون بره البلد كلها. انت ممكن تكون مؤسستك في مصر مثلا حاطط نسخ من بياناتك المهمة والأنظمة المهمة، حاططها مثلا على سيرفر مايكروسوفت ايزور في امريكا، او عندك مثلا مع النسخ الاحتياطية دي حاططها في خزنة في بنك بعيد عن المؤسسة بتاعتك بكتير. مثلا انت مثلا في القاهرة حاطط مثلا نسخ من المعلومات بتاعتك في بنك اسكندرية مثلا، يعني مأجر خزنة وحاطط فيه المعلومات بتاعتك. على فكرة ممكن اللي بيحصل ان انت ممكن تأجر خزنة وحط فيها الشرايط اللي عليها النسخة الاحتياطية دي في بنك، ممكن تأجر خزنة. انا كنا عاملين حاجة زي كده في المؤسسة بتاعتنا، مأجرين خزنة وبنيجي للراجل بتاع الحسابات او ايا كان، خد يا ابني ادي التيبس او الشرايط اللي عليها المعلومات، روح اودعها في خزنة البنك. خلاص طيب، يبقى دي النقطة رقم 4. نقطة رقم 5 تيست داتا ريكفري. يعني ايه تيست داتا ريكفري؟ يعني دلوقتي انا باخد نسخ احتياطية صح من الأنظمة ومن البيانات، طب انا شعرفني ان النسخ الاحتياطية دي اللي خدتها، النسخة اللي خدتها دي سليمة. يعني انا دلوقتي ناخد واخد نسخة من سيستم الحسابات على اسطوانة او واخدها على شريط، مش ضمني انه النسخ اللي على الاسطوانه والشريط دي ما باظتش، الاسطوانه مثلا ما اتجرحتش، او الشريط اتخبط فحصلت مشكله، او اساسا الباك اب، او وانا باخد النسخه نفسها حصلت مشكله في اثناء الباك اب. اعرف منين؟ طبعا لازم اراجع البرنامج اللي بياخد الباك اب، اللي مثلا فيم او فيريتاس، وانا باخد باك اب من نسخه السيستم لازم اشوف هل عمليه نسخ المعلومات او ان انا اخد نسخه احتياطيه من المعلومات او البيانات تمت بنجاح ولا لا. ده برضو من ضمن الكلام ده. بالاضافه بعد ما اخد الباك اب ده او نسخ الاحتياطيه دي لازم ارجعها، اعمل تيست ان انا اعرف ارجعها. انا خدت مثلا نسخه من النظام المالي بتاعي مثلا او نظام الحسابات، اخد المعلومات دي واحاول ارجعها تاني، احاول اعمل لها ريستور او حاجه اسمها تيست ريستور، ان انا اقدر ارجع البيانات دي تاني واشوف هل البيانات رجعت سليمه، هل الشريط اللي عليه البيانات سليم او الاسطوانه عليها البيانات سليمه. طيب اعمل الكلام ده فين؟ يعني واحد يقول لي طب يا عم دلوقتي انا عندي نظام مالي واخد نسخه من البيانات بتاعت النظام المالي خلاص عايز ارجعها، هرجعها اوقف بقى الناس تشتغل على الحسابات او النظام المالي وارجع البيانات دي تاني؟ وبعدين لو رجعت البيانات دي تاني ما ممكن تكون بيانات اليوم اللي قبله مثلا، هل بقى هخلي بتوع الحسابات يعيدوا الشغل تاني بتاع النهارده وبتاع امبارح؟ لا، القصه كلها ان انت بتعمل عندك فيرتشوال انفايرمنت او بيئه وهميه بتستغلها ان انت ترجع فيها النسخ الاحتياطيه دي. يعني انا افضل طبعا لو عندك امكانيه ان تعمل البيئه بتاعتك كلها فيرتشوال في لاب او تعملها وهميه، يعني انت مثلا عندك 6 7 سيرفرات خلاص في البيئه بتاعتك فيزيكال او حقيقيين موجودين في داتا سنتر، لو تقدر تعمل فيرتشوال لاب او لاب وهمي في كل السبعه دول يبقى كده ممتاز جدا، تقدر تستغل القصه دي وترجع فيه وتعمل بقى تيست وتعمل كل اللي انت عايزه لو تقدر. لو ما تقدرش يبقى لازم تلاقي طريقه ان انت تحاول ترجع البيانات دي في مش في البيئه الفعليه بتاعتك، حتى تكون بيئه وهميه او مثلا انت عامل سيرفر على جنب كده مثلا بتجرب فيه. خلاص مفيش مشكله، بس ما ترجعوش على البيئه الحقيقيه بتاعتك. دي النقطه. يبقى دول الخمس نقط ازاي ان انا اعمل استرجاع المعلومات. طيب نحاول نشوف الكلام ده على البيئه بتاعتنا بتاعت الريد اليرت لاب. احنا قلنا الريد اليرت لاب في كام سيرفر؟ عندك البرايمري دومين كنترولر او الدومين كنترولر الاساسي، وبعدين عندك الاديشنال. الاديشنال ده اللي هو الاحتياطي، وده مش اديشنال دومين كنترولر بس، ده دي اتش اس بي ودبليو سوس وفايل سيرفر. تمام، يعني في عليه اكتر من حاجه، وبالذات الفايل سيرفر عليه كل المستندات الخاصه بالناس اللي عندي في الشبكه، المستندات المهمه خلاص. فالسيرفر ده لو وقع هتبقى مصيبه، كل معلومات الناس هتطير خلاص. فلازم الاقي طريقه ان انا اخد نسخ احتياطيه من الفايل سيرفر اللي على الجهاز ده خلاص، وفي نفس الوقت يبقى عندي خطه ازاي اقدر ارجعها. خلاص اقدر ارجعها امتى؟ لو السيرفر ده وقع ازاي اقدر ارجع النسخه الاحتياطيه دي. وعندنا هنا نظام مالي، عندنا ده سيرفر ابلكيشن حسابات او نظام مالي،
وعندنا هنا برضو السيرفر بتاع الكاميرات خلاص، وعندنا هنا سيرفر بتاع الموارد البشرية اللي هو بتاع نظام البصمة خلاص كده، وعندنا هنا أجهزة عليها ويندوز 10 ويندوز 11 خلاص. كل الأجهزة دي لازم أبقى عندي خطة، حاجة اسمها خطة إدارة الأزمات. لو السيرفر دومين كنترولر وقع أتصرف إزاي، البرايمري لو الأديشنال وقع هتصرف إزاي، لو الفايل سيرفر وقع هتصرف إزاي، لو أبلكيشن حسابات وقع هتصرف إزاي، لو أبلكيشن الموارد البشرية وقع هتصرف إزاي خلاص كده. لو احنا قلنا ان كل دول بيخزنوا معلوماتهم على ناس ستورج، لو الناس ستورج وقع هتصرف ازاي؟ احنا قلنا مثلا انه كلهم بيخزنوا حاجتهم على هارد ديسك او ناس ستورج، وقلنا بقى من ضمن الخطط المظبوطه ان انا بقى عندي نسخه من المعلومات اللي هنا دي على الكلاود بره، فدي خطه خلاص. عرفت ان انا مثلا ايه بخزن معلوماتي هنا وبعد كده بطلعها على نسخه بره على الكلاود او على جوجل درايف او على ايزر خلاص كده. دي كلها عمليه اداره الازمات. يعني باختصار شديد جدا، ادي الشبكه بتاعتي فيها 1 2 3 4 5، عندي 5 سيرفرات وعندي عدد كبير جدا من الاجهزه العاديه خلاص كده. لازم اعمل خطه لو الدومين كنترولر وقع اقدر ارجعه ازاي، لو الفايل سيرفر وقع اقدر ارجعه ازاي والحاجات اللي على الفايل سيرفر دي هرجعها ازاي، لو ابلكيشن الحسابات وقع اقدر ارجعه ازاي، اقدر ارجع ابلكيشن الحسابات ازاي، والبيانات اللي على ابلكيشن الحسابات اقدر ارجعها ازاي خلاص كده. واحد من الاجهزه على ويندوز 10 وقع اقدر ارجعه ازاي، ابقى واخد نسخه مثلا من الويندوز 10 او الويندوز 11 واقدر ارجعها خلاص. فبالتالي دي اسمها اداره الازمات. لازم يكون عندي خطه اقول انه لو ده وقع يبقى هتصرف كذا، لو اصلا قلت لو ده وقع يبقى مثلا هستعمل الاديشنال دومين كنترولر لحد ما ارجع ده. طيب لو ابلكيشن الحسابات وقع اقول اه طيب يبقى هعمل سيرفر جديد واحط عليه ابلكيشن الحسابات، وقاعده البيانات اللي متخزن فيها المعلومات بتاعه برنامج الحسابات هرجعها تاني. يعني على سبيل المثال قلنا مثلا انه ابلكيشن الحسابات ده بيبقى فيه ميزانيات ومش عارف ايه وايه وايه، كل الحاجات بتاعه الارقام بتاعه اداره الحسابات بتتخزن في قاعده بيانات على السيرفر ده خلاص. نفترض ان البرنامج نفسه وقع وقاعده البيانات وقعت والسيرفر كله وقع، يبقى اقدر اعمل ايه في الحاله الثلاث حالات دول؟ يبقى هعمل سيرفر جديد واسطب ابلكيشن الحسابات عليه واعمل قاعده بيانات جديده خلاص، وبعد كده اخد نسخه من قاعده البيانات القديمه اللي كانت عندي وارجعها على قاعده البيانات الجديده. هي عمليه اسمها عمليه اداره الازمات خلاص. لازم يكون عندي خطه كامله للكلام ده وكلام مكتوب اقول لو ده وقع هعمل ايه، ولو ده وقع هعمل ايه، ولو ده وقع هعمل ايه، ولو ده وقع هعمل ايه، ومش كلام مجرد كلام مكتوب، كلام تكنيكال. يعني اقول مثلا لو الدومين كنترول وقع يبقى هجيب اسطوانه الويندوز وبعدين مش عارف هقوم بالويندوز سيرفر كذا، وبعدين اسطب الويندوز بالطريقه الفلانيه، وبعدين اعمل الكوماند الفلاني عشان ارجع الدومين كنترولر. كل الكلام ده لازم يكون مكتوب ومعروف يتعمل ازاي. مثلا المعلومات بتتخزن عن الناس ستورج مثلا، طيب بتتخزن وعايز اخد منها نسخه احطها على جوجل درايف مثلا، ايه الطريقه تكنيكال؟ يعني اقول مثلا هنزل برنامج مثلا على الناس ستورج وظيفته ان هو ياخد كوبي ويوديه على مثلا الجوجل درايف، يبقى اقول ان هسطب البرنامج بالطريقه الفلانيه مثلا على الناس ستورج كده مثلا، وهيعمل كذا وهيعمل كذا. ايا كانت الطريقه لازم يكون عندك كلام مكتوب وواضح ومفصل لو عندي مشكله ما اعالجها ازاي. مش احنا كشغلنا كاي تي مساله سيناريوهات، ولازم ان انا دايما شبكتي تكون قايمه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، لازم شبكتي ما تقعش، ولازم تكون معلوماتي دايما اقدر اجيبها في اي وقت، ومعلوماتي ما تضيعش، اقدر انا عندي نسخ احتياطيه من معلوماتي كلها، واسترجاع المعلومات لازم يكون معروف ومكتوب وبطريقه معينه اقدر ان انا يعني اقدر انا اعملها، فيديوهات او كلام مكتوب خلاص. طيب نشوف مثلا يعني حاجه من الجامعات اسمها ساوثرن اوريون يونيفرسيتي، دي جامعه في امريكا خلاص كده. الجامعه دي عندها حاجه اسمها ديزاستر ريكفري بلان او اداره الازمات. فطيب حصلت مشكله، الراجل حاطط سيناريوهات اداره الازمات، لو حصلت ان المعلومات طارت خلاص، راجل بيقول لك لو المعلومات طارت، او جامعه اوريون يقول لك بص بقى لو المعلومات طارت يبقى انا لازم انا ارجع البيانات دي من الباك ابس اللي باخدها او من النسخ الاحتياطيه اللي باخدها. وهو كاتب لك هنا هو بياخد كام باك اب، بياخد باك اب كل يوم ده بيتحط عنده جوه الجامعه، وباك اب كل اسبوع بيتحط جوه الجامعه، انما الباك اب الشهري والسنوي بيتحط في
مش جوه الجامعه، في خزنه بره الجامعه. خلاص، يبقى ادي الاول طريقه استرجاع المعلومات. الراجل كاتب لك يقول لك لو حصلت كارثه عندك مثلا، الداتابيز او قاعده بيانات بتاعت النظام المالي وقعت، خلاص عندك قاعده بيانات فيها الميزانيه وفيها كذا كذا، لو وقعت اقدر ارجعها ازاي؟ هيقول لك اه، هترجعها من النسخ الاحتياطيه مثلا اليوميه اللي هي مكانها فين؟ جوه الجامعه. لا، من الاسبوعيه اللي برضو جوه الجامعه. لا، الشهريه اللي هو مثلا من بره في خزنه بره الجامعه، يبقى لازم ان انا اروح تمام كده واجيب الباك اب ده من الخزنه واجي انا ارجعه تاني. خلاص كده. طيب، ده سياسه داتا ريكفري انفورميشن، ازاي ان انا اقدر استرجع المعلومات. بيقول لك هترجعها بالطريقه الفلانيه، خلاص هترجعها من كذا. طيب، هو هنا بيقول ايه؟ بيقول لك ان الجامعه غير مسؤوله عن اي معلومات تبقى محطوطه على لابتوبات او اجهزه عاديه جوه الشبكه. يعني راجل عندي جهاز ويندوز 10، لو جينا هنا اهو مثلا كده، ادي جهاز ويندوز 10 اهو، خلاص في معلومات على الهارد ديسك اللي على المكنه دي، لو طارت اقدر ارجعها؟ لا، الجامعه هنا بتقول لك احنا غير مسؤولين عن الكلام ده، ما نقدرش نرجع معلومات على اجهزه شخصيه او اجهزه اللابتوبات اللي جوه الجامعه، رغم ان هم مفروض جوه شبكه الجامعه، جوه الدومين بتاع الجامعه، بس هو مش مسؤول. اللي يقدر يرجعه هو الحاجه اللي على الفايل سيرفر. انا عامل لك سيرفر، اقول لك حط عليه بياناتك المهمه عشان اقدر انا اخد منها نسخه واساعدك ان انا ارجعها وقت ما تطير. فبالتالي انا ما اقدرش ارجع المعلومات اللي على اللوكال هارد ديسك اللي عندك، اقدر ارجع اللي على الفايل سيرفر. ادي سياسه اسمها داتا ريكفري انفورميشن، او طريقه استرجاع المعلومات، ودي من ضمن السياسه الشامله اللي اسمها اداره الازمات. ماشي، ده لو في معلومات طارت. طب نيجي نقول ايه بقى؟ بص بقى للسياسه هنا، لو انا عندي الداتا سنتر اللي طار والسيرفرات اتحرقت مثلا، خلاص السيرفرات اتحرقت وباظت، او السيرفر الابلكيشن حسابات، مش قاعده البيانات بتاعت ابلكيشن حسابات اللي باظت، لا، السيرفر بتاع الحسابات كله وقع، الداتا سنتر كلها اتحرقت، يبقى اتصرف ازاي؟ هنا الراجل كاتب بمنتهى البساطه بيقول لك انه اولا لازم ترجع لاداره الاي تي تجيب لي الكونفيجريشن بتاع كل الداتا سنتر ده كله. الكونفيجريشن ده يعني اعدادات السيرفرات. الكونفيجريشن بتاع الفاير وول، ترجع للاي تي تجيب منه الكونفيجريشن، ترجع للاي تي تجيب الكونفيجريشن بتاع السيرفر بتاع ابلكيشن الحسابات، ترجع تجيب منه الكونفيجريشن بتاع السويتش، كل الكلام ده ترجع الكونفيجريشن من او تجيبه من اداره الاي تي، عشان بعد ما تاخد الكونفيجريشن ده هتعمل داتا سنتر جديد وسويتشات جديده ومثلا فاير وول جديد وترجع الكونفيجريشن ده عليها. يبقى هو هنا بيقول بشكل واضح ومفصل انه اداره الاي تي مسؤوله عن انها تحفظ كل اعدادات كل الاجهزه اللي عندك في الشبكه، سويتشات، راوترات، سويتشات وراوترات وسيرفرات وكل ذلك انت لازم تحفظه كاي تي. وقلنا ان في سوفت وير بيعمل الكلام ده في الخطوه اللي هي ليها علاقه بسكيور استابليش اند مينتين اند سكيور configuration of enterprise assets software and hardware. ازاي ان انا اقدر احافظ على اعدادات كل الاجهزه اللي عندي؟ في سوفت وير اسمه سيرفيس ناو، وفي سوفت وير اسمه شيرويل. ده سوفت وير بتحطه في الشبكه بيجمع كل الكونفيجريشن بتاع كل الاجهزه اللي عندك، خلاص، وبيحفظه في قاعده بيانات. ماشي، فانا اول حاجه اعملها لما الداتا سنتر تقع اروح للاي تي اجيب منه الكونفيجريشن بتاع كل الاجهزه اللي عندي في الشبكه، خلاص. ده الاي تي او جزء من الاي تي، لان الاي تي هنا مقسمينها حتت. الاي تي اللي هم مدراء الانظمه او السيستم ادمنستريتور، مدير النظام، بتروح تاخد منه كونفيجريشن بتاع كل الانظمه اللي عندك في الشبكه، خلاص. وبعد كده تروح لمين بقى كمان؟ تروح للانفراستراكشر تيم او النتورك تيم، خلينا نقول دول مسؤولين ان هم يقولوا لك الهاردوير او الاجهزه اللي عندك في الداتا سنتر عددها كام، الكونفيجريشن بتاعها ايه. يعني على سبيل المثال اجي اروح مثلا للنتورك تيم، طب يا جماعه انا عندي كام سويتش وموديلاتهم، عندي مثلا كام سيرفر وموديلاتهم، عندي مثلا السيرفر الرامات اللي فيه قد ايه، البروسيسور اللي فيه قد ايه. ده مسؤوليه الانفراستراكشر تيم، خلاص، او التيم بتاع النتورك او التيم بتاع البنيه التحتيه. طبعا هو هنا بيفترض ان الاي تي في اكتر من اداره، هو ما يعرفش اصلا ان احنا في مصر هي كلها اداره واحده. المهم يعني هو باختصار الراجل بيقول لك انه المسؤول عن ان هو يديك الكونفيجريشن بتاع الاجهزه اللي عندك هو مدراء النظام او السيستم ادمنستريتور، يجيب لك الكونفيجريشن بتاع كل الاجهزه اللي عندك. والانفراستراكشر ستاف مسؤول ان هو او
بتوع النتورك او بتوع البنيه التحتيه هم اللي بيجيبوا لك عدد السيرفرات، الكونفيجريشن الهاردوير بقى، مثلا السيرفر فيه رامات قد ايه، فيه مش عارف ايه. واحنا قلنا برضو ان في سوفت وير بيعمل الكلام ده، في سوفت وير بيعمل لك بيجيب لك عدد اللي هي اول توصيتين، نعمل انفنتوري او جرد للسيرفرات وجرد للتطبيقات. خلاص، جرد للسيرفرات اعدادها والكونفيجريشن بتاعها، فيها رامات قد ايه، فيها مش عارف ايه، كل ده سوفت وير. لو عندك سوفت وير تقدر انت تخلص الخطوتين دول. خلاص، طيب بعد ما اخد الكونفيجريشن من الـ من من من, من الاي تي واخد الهاردوير من الانفراستراكشر تيم، اكون بقى داتا سنتر جديد واظبط الدنيا، اعمل داتا سنتر جديده تماما. خلاص، طيب ده في حاله لما الداتا سنتر تقع. طيب لو الشبكه نفسها وقعت، يعني عندك الكابلات بقى، الكابلات يعني مثلا السيرفرات واصله على سويتشات، وعشان اوصل من السيرفر للسويتش في كابلات واصله في النص، طب لو الكابلات دي وقعت اتصرف ازاي؟ هو الراجل هنا برضو بيتكلم بيقول لك انه لازم تروح للاي تي برضو، تروح تجيب الكونفيجريشن بتاع السويتشات والراوترات. يعني اللي فوق دي ممكن تجيب مثلا الكونفيجريشن بتاع السيرفرات، عندك مثلا ابلكيشن حسابات عايز تجيب الكونفيجريشن بتاعه، ابلكيشن الكاميرات عايز تجيب الكونفيجريشن بتاعه، ابلكيشن الاتش ار او برنامج البصمه تجيب الكونفيجريشن بتاعه. خلاص، طب اذا السويتشات والكابلات اللي واصله على السويتشات وقعت، لازم برضو تروح تكلم الاي تي يجيب لك كونفيجريشن السويتش. خلاص، وبرضو تكلم الانفراستراكشر تيم او اللي هم الناس المسؤولين عن البنيه التحتيه، تجيب منهم برضو ايه عدد السويتشات دي واماكنها فين. يعني باختصار يا جماعه، لو الداتا سنتر وقع والسيرفرات وقعت والكابلات والدنيا عندك باظت، هم اتنين مسؤولين عن القصه دي، الاي تي تجيب منه كونفيجريشن بتاع السويتش او الراوتر او السيرفر، وتيم البنيه التحتيه او النتورك تيم تجيب منه تفصيله بقى السويتشات دي انواعها ايه، واماكنها فين، واصله بكابلات فايبر ولا واصله بكابلات داي جاب بتوع الانفراستراكشر تيم. طيب يبقى هي هنا ايه، خدوا بالكم ده كله كلام نظري، يعني احنا شايفين دلوقتي قدامنا كلام مين مسؤول عن ايه، وهي دي فكره خطه اداره الازمات، مين مسؤول عن ايه، مين هيرجع المعلومات نوعها ايه ومين هيرجعها. خلاص كده، مين مسؤول عن الكلام ده، دي بشكل ايه نظري. الشكل العملي بقى، طب عايز ارجع السيرفر ايه الخطوات بقى، اعمل ايه، اسطب ويندوز ازاي، ارجع الداتا ازاي، اللي تكنيكال بقى، تكنيكال بتكلم تكنيكال ازاي نقدر نرجعه، لازم يكون برضو عندي وثيقه كامله في الموضوع ده. يعني على سبيل المثال لو سيرفر حسابات وقع اعمل ايه، اجيب سيرفر واسطب عليه ويندوز 2022، وبعدين اسطب برنامج الحسابات، وبعدين اسطب قاعده بيانات تبقى واصله ببرنامج الحسابات، وبعدين مش عارف. كل ده خطوات لازم تكون مكتوبه. واحد يقول لي طب يا عم انا ممكن مثلا ما اعرفش اعمل الكلام ده، بتبقى انت متعاقد مع شركه مثلا اللي سطبت لك سيستم الحسابات، هي تبقى عندها فكره ازاي ترجع القصه دي، بتبقى متفق معاهم تكلمهم يا جماعه ادوني خطوات لو حصلت كارثه هترجعوا الدنيا ازاي، وانا دوري ايه في القصه. خلاص، طيب يبقى ده شيء كويس. نيجي بعد كده للخطوه اللي بعديها، ابلكيشن ريكفري انفورميشن. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا قلنا في ثلاث سيناريوهات، لو بيانات طارت اتصرف ازاي، لو داتا سنتر كلها طارت اتصرف ازاي، لو الكابلات وقعت او اتحرقت اتصرف ازاي. خلاص، هنا الخطوه الرابعه ابلكيشن ريكفري، يعني سيرفر برضو من ضمن السيرفرات اللي وقعت برضو اعمل ايه. هو هنا دايما بيتكلم على انه الاي تي خلاص كده هو المسؤول عن الكونفيجريشن، والانفراستراكشر تيم او تيم النتورك هو المسؤول عن ان انت يقول لك السيرفرات دي نوعها ايه والكونفيجريشن بتاعها ايه، كهاردوير فيها رامات قد ايه وفيها قد ايه. خلاص كده، يعني ابلكيشن او سيرفرات او سويتشات او كابلات، كل ده معروف، الاي تي يجيب الكونفيجريشن والنتورك تيم يقول لك الهاردوير بتاع 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 القصه دي ايه، السيرفر فيه قد ايه، السويتش ده نوعه ايه، وعدده كام، كل الكلام ده كله. نيجي نقول بقى ايه، طيب ده بالنسبه للسيرفرات. طب بالنسبه للاجهزه العاديه، الويندوز 10 او الويندوز سيرفر او ويندوز 10 او ويندوز 11، بيبقى عندك ايمج، لو المكنه طارت بيبقى عندك ايمج عليها ويندوز 10 بالتطبيقات اللي عليها. فاكرين لما عملت حاجه اسمها ويندوز 11 ماستر ايمج، عندك ايمج لو جهاز اليوزر طار، وراجل مثلا عنده على مكنه عليها ويندوز 10 بتطبيقات، لو المكنه كلها باظت بتجيب مكنه جديده وبترستور الايمج عليها. ادي فكره ديسكتوب equipment recovery information. يبقى هو الراجل هنا عامل سيناريوهات، اربع سيناريوهات. اول حاجه لو البيانات طارت اتصرف ازاي، ادي حاجه، اربع حاجه البيانات لو طارت اتصرف ازاي.
خلاص، لو الداتا سنتر طار اتصرف ازاي، لو الابليكيشن طار او التطبيق طارت اتصرف ازاي، لو الديسك توب او حاجه اليوزر طارت برضو اتصرف ازاي. خلاص، فده كله برضو حاجات مهمه، كل ده تفصيل في اداره الازمات ازاي نقدر اتصرف. وده يا جماعه على فكره انا هسيب لكم الوثيقه دي خلاص، فهنا الراجل شارح لك بالتفصيل الممل ايه اللي المفروض تعمله. طيب نيجي بقى لخطوه تانيه، يعني هو دلوقتي ده شرحه بشكل عام، لما الداتا سنتر تقع ولما التطبيقات تقع ولما الديسك توب يقع او لما الاجهزه العاديه تقع. هنا الراجل بقى مديك شويه تفاصيل اكتر، خلاص شويه تفاصيل اكتر، لما ابلكيشن تقع ولما نظام يقع ايه بقى الخطوات، احنا شرحناها بشكل مجمل الخطوات المفصله، خلاص اعمل ايه؟ يقول لك طيب دلوقتي حصلت عندك مشكله، مثلا الداتا سنتر اتحرق او حصلت كارثه، تيجي تسال نفسك كام سؤال. Determine extent of damage and make determination on the following. اول حاجه يقول لك حدد حجم الضرر، هل الداتا سنتر وقعت كلها، اتحرقت كلها؟ اه وقعت، طب اعمل ايه؟ يبقى اعمل داتا سنتر تانية واحط سيرفرات جديده وابتدي ارجع الكونفيجريشن بتاع السيرفرات دي. طب ما وقعتش واخد بالك، يبقى خلاص طب حلو، ابتدي بقى اشوف ايه اللي واقع من الداتا سنتر ده وارجعه تاني. عندي مثلا سيرفر في الداتا سنتر اتحرق، اجيب سيرفر جديد وارجع الكونفيجريشن بتاعت السيرفر ده. مثلا نتورك اوبريشن، هل في كابلات مقطوعه، في حاجه مقطوعه اغير الكابلات، السويتشات محروقه اغير السويتشات واحط الكونفيجريشن تاني. طيب إيه، هل في تطبيقات وقعت، طب التطبيقات اللي وقعت دي إيه، هل هي اكتف دايركتوري ولا ابلكيشنز حسابات ولا فايل سيرفر مثلا على سبيل المثال، ولا ويبس ولا مثلا موقع بتاع الشركه. هنا دي ان انا احدد حجم الضرر، حجم الضرر هل هو في الداتا سنتر ولا هو في الكابلات ولا هو في التطبيقات وايه التطبيقات اللي واقعه، ولا هو في جهاز عادي، في جهاز عادي جهاز عليه ويندوز 10 مثلا. خلاص، فدي فكره الخطوات المفصله. احنا الاول قلنا بشكل مجمل مين المسؤول ان هو يرجع المعلومات او يرجع السيرفرات او يرجع داتا سنتر، مين التيمز المسؤوله او مين الناس المسؤوله. طب يعملوا الكلام ده ازاي بقى، يرجع الكلام ده ازاي بناء على الخطوات دي. ابتدي بقى افعل، ابتدي اشوف بقى ايه، اه طيب الداتا سنتر وقع، يبقى انا مثلا هشوف ايه اللي جوه الداتا سنتر، هل وقع بالكامل ولا اجزاء منه وقعت اللي هي الخطوات دي. طب هل الكابلات وقعت اتقطعت، هل في تطبيقات ضاعت، هل مفيش ولا واحده من دول، في مثلا اجهزه عليها ويندوز 10 هي اللي طارت. يبقى دي كلها خطوات مفصله، الراجل مديك خطوات. خلاص، طيب عرفت حجم، قلت مثلا ان الداتا سنتر وقعت، خلاص طب كويس قوي الداتا سنتر وقعت، يبقى انا اعمل ايه مثلا على سبيل المثال. خلاص بعد كده ابتدي بقى ايه اشوف، مثلا على سبيل المثال عندي حريقه مثلا، خلاص والداتا سنتر جزء منه اتحرق، خلاص جزء منه اتحرق، فلازم اعمل ايه؟ ان انا امن بقيه اللي فاضل. انا في الداتا سنتر اتحرق مثلا ثلاث سيرفرات والحريق لسه شغال، خلاص مثلا، او الكارثه لسه مستمر، يبقى لازم ان انا اقفل كل السيرفرات الثانيه. انا عندي مثلا سيرفرات اتحرقت، يبقى كل السيرفرات اللي شغاله اقفل الانظمه بتاعتها خلاص، وابتدي بقى اشوف، ابتدي مثلا افعل نظام الحريق او كده، اامن بقى السيرفرات اللي فاضله، جزء من السيرفرات اتحرقت خلاص. هقول على حاجه مثلا حصل داتا سنتر جزء من السيرفرات اتحرقت وفي جزء تاني لسه سليم، اخد السليم ده احطه في داتا سنتر جديده بعيد خالص عن اللي اتحرق ده، احط داتا سنتر جديده خالص، يبقى سكيور فاسيلتي، ان انا امن اللي فاضل من السيرفرات دي. اتحرقت حصل فيها مشكله، يبقى اللي اتحرق اغيره واللي ما اتحرقش واخد بالك ازاي. لو لسه في عندي حاسس ان لسه في خطر، اخد بقى اخده واوديه في حته تانية، او اغير داتا سنتر كله بالكامل واوديه في حته تانية لو انا حاسس ان لسه في خطر على سيرفراتي. يبقى الخطوة التانية سيكيور فاسيلتي، او تأمين المؤسسة بتاعتي او تأمين الداتا سنتر. يبقى انا الاول حاجة اعمل ايه، اقدر حجم الخسائر، وبعد كده ايه، اأمن المؤسسة بتاعتي او أأمن الداتا سنتر بتاعي او أأمن السيرفرات بتاعتي. بان على سبيل المثال لو حصل حريق مثلا، يبقى اعمل ايه، اعمل اقفل كل الانظمة. كان في مثلا حاجة سكريبت بيخليك ايه لما تحصل مشكلة مثلا، هقولك على حاجة، لما تقطع الكهرباء، انا فاكر الحكاية دي كويس قوي، في مثلا لو هتقطع الكهرباء مثلا عندك، او حصل قطع مفاجئ في الكهرباء، ممكن لو انت قبلها بشويه، يعني مثلا قبلها ب10 دقايق ولا حاجه، تعمل سكريبت يقفل كل السيرفرات وكل الاجهزه اللي في الشبكه، في سكريبت بيعمل الكلام ده خلاص. فدي حته ان انا امن لو في كارثه زي امن سيرفراتي. طيب دي الخطوه رقم 2. الخطوه رقم 3 ان انا طيب داتا سنتر وقع وفي سيرفرات وقعت، هجيب سيرفرات جديده، ارجع الكونفيجريشن. الخطوه الثالثه الكونفيجريشن اللي هرجعه ده، النسخ الاحتياطيه موجوده فين، جوه المؤسسه ولا بره المؤسسه،
جوه المؤسسه خلاص عارفين اجيبها منين، من خزنه الاي تي في المكتب، بره المؤسسه من الخزنه اللي في البنك اللي بعيد عن المؤسسه. طيب رقم 4 verify operational ability of equipment. كويس قوي، يعني دلوقتي بعد ما نرجع النسخه الاحتياطيه دي، خلاص كده رجعت النسخ او رجعت الباك اب، لازم اتاكد بقى بعد كده كمان انه السيستم شغال، رجعت الكونفيجريشن، افتح بقى السيرفر واشوف شغال ولا لا. خلاص ممكن يكون السيرفر قدامي شكلا ما حصلش فيه حاجه، بس لما ارجع الكونفيجريشن وابتدي اشتغل لا احس انه في حاجه غلط، ممكن يكون مثلا الرام بايظه وانا مش عارف، او البروسيسور حصل فيه حاجه، ما هو انا مش ظاهر قدامي، انا السيرفر ظاهر قدامي اه، بس لما اجي ارجع الكونفيجريشن وابتدي اشغله تاني تظهر مشاكل، فلازم اعمل تيست، يعني لازم ارجع الكونفيجريشن وابتدي اشوف الدنيا ماشيه فيها ايه، سيرفر تيست ونتورك تيست وديسكتوب كلاينت تيستنج، يعني بمعنى اني ابتدي تيست بقى اشوف السيرفر اخباره ايه، الكابلات بعد ما غيرتها شكلها ايه، او الكابلات اللي حاليا موجوده هل تضررت ولا لا، اعمل نتورك كيبلنج او حاجه اسمها فلوك تيست، او اعمل مثلا تيست للكابلات، الاجهزه اشوف اخبارها ايه. خلاص كده، فالقصه كلها هنا يا جماعه دي كلها خطوات، خطوات ان انا ازاي اني اشتغل على عندي خطة لإدارة الأزمات، إزاي لما تحصل مشكلة إزاي إن أنا أحدد حجم الضرر، إزاي إني أرجع الباك أب وأجيبه منين، وإزاي إن أنا أعمل بعد ما أرجع الباك أب إزاي أقدر إن أنا أتست أو أشوف الأجهزة اللي عندي دي أو السيستمز بعد ما رجعت اشتغلت كويس ولا فيها مشاكل. كل الكلام ده كله المؤسسة دي كاتباه بالتفصيل، الخطوات وبالتفصيل الممل. خلاص طيب، ده الخطوات الأساسية اللي فاتت دي، اللي هو ازاي ان انت لو حصل مشكله في ابلكيشن او مشكله في نظام. خلاص بيتكلم هنا بقى في النقطه دي مش في الابلكيشن او النظام، بيتكلم على الكابلات، حصل عندك حريق، حصل عندك عاصفه، حصل عندك انه الداتا سنتر اتملت ميه، خلاص تتصرف ازاي؟ بيقول لك خطوات، تعمل 1 2 3 4 5، خد بالك ازاي في حاله كذا لازم ان انت مثلا لو حصل حريق، مثلا لو حصل مثلا حريق مثلا، اقول لك ايه، لازم ان انت كل الكابلات تروح تتست كل الكابلات، خلاص كده تتستها بقى في اجهزه طبعا بتعمل الكلام ده، خلاص كده، وتست السويتشات، حصلت مثلا حريق، الحريق ده مثلا لازم بقى تشوف الكابلات هل هي سليمه ولا اتاكلت، السويتشات اتاثرت بالحريق ولا لا، خطوات ثابته بيوصف لك فيها ازاي تتصرف خطوه خطوه حته حته. خلاص وقت لما يحصل مثلا ان الداتا سنتر تتملي ميه، وقت لما يحصل زلزال، كل دي خطوات ثابته بتعمل ايه. يعني مثلا على سبيل المثال ايرث كويك، لو حصل زلزال ايفالويت اول كيبل اند فايبر فور بوتنشال ديستركشن اور ديستورشن، شوف الكابلات والفايبر اللي عندك، تيست برايمري كوبر داتا فيدز فور ديستركشن اور ديتوريشن، كوبر داتا ده بيتكلم على كابلات برضو، انشور اول نتورك اكويبمنت اند اكويبمنت راكس ار سكيورلي اتاتش، شوف الراكات اللي فيها السويتشات سليمه ولا لا، الكابلات حصل فيها حاجه ولا لا، ايفالويت اند تيست اول الكترونيك اكويبمنتس، بعد تعمل تيست للسويتشات والراوترات. خلاص فهي القصه كلها خطه لاداره الازمات، وقلنا من ضمن خطه اداره الازمات هي خطه استرجاع المعلومات، ازاي اقدر انا ارجع المعلومات لو حصلت مشكله. طيب فين بقى البي دي اف نفسها؟ هوريكم البي دي اف نفسها اهي، لو جينا كده اهو نيجي ل دي اساسا جزء من البي دي اف نفسها، انا هجيبها لكم، اسمها ديزاستر ريكفري بلان. خلاص دي بتاعه الجامعه الامريكيه اللي اسمها ساوث اورجن يونيفرسيتي. خلاص اهو بصوا هو هنا ايه كاتب لك بالتفصيل، مثلا على سبيل المثال مين التيمز المسؤوله او مين الناس المسؤوله عن موضوع خطه اداره الازمات. خلاص كده ازاي اجهز لخطه اداره الازمات، يعني على سبيل المثال اجهز ايه، عندي داتا سنتر مثلا، عندي داتا سنتر واعي، عندي اجهز داتا سنتر بديل، عندي مثلا سويتشات اتحرقت يبقى لازم عندي مثلا سويتشات جاهزه مخزنه في حته ثانيه عشان اقدر ارجعها. خلاص ديزاستر ريكفري بروسيدجرز، ازاي اقدر ارجع؟ بص وصف لك بالتفصيل تعمل ايه، كل واحده من دول وصف فيها تعمل ايه، ومن ضمنها مثلا اهو لو الداتا سنتر وقع مين التيمز المسؤول عن ارجاع داتا سنتر. خلاص الديسكتوب وقع بتاعك انت الويندوز 10 مين يرجعه، وصف لك الموضوع ده بالتفصيل. خلاص دي واحده من البي دي افات، وهسيبها لكم برده في لينك في جوجل درايف، دي الجامعه دي، وفي جامعه ثانيه انا برده جبتها في اوغندا. خلاص برضو في اوغندا جايبين حاجه اسمها ديزاستر ريكفري بلان، ازاي ان انت لو حصلت ازمه، حصل مثلا
حريق، حصل مثلا فيضان، حصل مثلا برق، حصل هاكينج مثلا، اهو شوف كل واحده من دول والراجل كاتب لك تتصرف ازاي، اهو لو حصل ايه تتصرف ازاي، اولا ازاي تعالج الموضوع ده وتعمل ايه بالظبط في وقتها. طبعا كل ده كلام نظري، انا باكد تاني انه الكلام النظري في الخطه بتاعت اداره الازمات فيها كلام نظري. الكلام النظري ده بيبقى عباره عن ايه، مين الناس المسؤوله عن اداره الازمه، مين مسؤول عن ايه، مين يرجع ايه، ومين مسؤول عن ايه. ده الجزء النظري. الجزء العملي بقى ارجعه ازاي. افرض انه مثلا الدومين كنترولر وقع، خلاص انا عارف ان مثلا الاي تي او سيستم ادمنستريتورز او مدراء النظام هم اللي هيرجعوا الدومين كنترول. يرجعوا ازاي بقى؟ هيقول له مثلا تجيب سيرفر كذا وتسطب الويندوز كذا بالطريقه كذا وتعمل اكتف دايركتري كذا وترن السكريبت كذا. ده لازم يكون كلام مكتوب وموثق، تمام؟ الكلام ده يكون مكتوب وموثق عشان يبقى عندك خطه كامله. ويا سلام بقى لو عندك البيئه بتاعتك كلها معموله فيرتشوال او معموله في بيئه وهميه، يا ريت بقى تعمل تيست، تعمل بقى تعمل فعلا سيميليشن او محاكاه لحاله زي دي تحصل. عندك مثلا في سفير او عندك مثلا في ام وير، طبق عليه الحاله دي. قول مثلا ان دومين كنترول وير، رجعه في الفيرتشوال فيرتشوال لاب او رجعه في البيئه الوهميه. لو مثلا الابلكيشن حسابات وقع، رجعه في الفيرتشوال لاب بتاعي واسجل كل ده فيديو. يبقى عندي مكتبه فيديوهات، ومش كده وبس، اعمله كلام مكتوب، يبقى حاجه في منتهى الجمال والروعه، بحيث انه لما تحصل الكارثه تكون انت جاهز بكل الوثائق ترجعها ازاي، ما تبقاش قلقان، وعندك فيديوهات تعرف ترجع الكلام ده ازاي، ومين المسؤول عن ايه، بحيث ان انت كده تبقى مطمن تماما ان كل واحد عارف دوره بالظبط ويعرف يتصرف ازاي ويرجع ازاي. في بعض الاحيان الاي تي هو مسؤول عن كل القصه دي كلها، وفي بعض الاحيان في بعض الناس مسؤوله. الراجل اللي سطب لك مثلا ابلكيشن الحسابات يبقى هو المسؤول ان هو يرجعه لك. الراجل مثلا بتاع سيستم الاتش ار اللي سطب لك برنامج الاتش ار هو برضه مسؤول ان هو يرجعه لك. انت كاي تي بس هتعمل ايه؟ هتعمل السيرفر، تنزل عليه السيستم، وبعدين تجيب الراجل بتاع ابلكيشن الحسابات يرجعه لك تاني. خلاص؟ فالقصه لازم يبقى فيه تنسيق، حتى لو انت مش انت اللي هترجع الحاجه يبقى لازم تعمل تنسيق مع الناس اللي هترجعه. يا جماعه ادوني خطتكم لارجاع سيستم الحسابات، ودوري انا فيها ايه، ونكتب الكلام ده ونعمله في كلام وثيقه عندي، واسجله كمان فيديو، اعملوا لي سيميليشن للحاله دي، خلاص، بحيث ان انا ابقى على درايه كامله بتتصرفوا ازاي وبتعملوا ايه. خلاص، فدي يا جماعه من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا. هنا هو اساسا بيتكلم على الداتا ريكفري او استرجاع المعلومات، بس انا هنا مش بناقش استرجاع المعلومات بس، انا بتكلم يكون عندك خطه لاداره الازمات اللي من ضمنها فقد المعلومات وكيفيه استرجاعها. خلاص، فده شيء مهم جدا جدا جدا، لازم يكون عندنا وثيقه متكامله ازاي ان انا اقدر ادير الازمه، وازاي ان لو المعلومات طارت اقدر ارجعها ازاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وذلك بلا شك فضلا منكم وليس امرا مني. يا جماعه لحسن ان هو بيستفيد من الماده دي وعايز ياخد معلومات اكتر عن طريق ان هو ياخد كورس خاص بمقابل مادي معايا، يعني يتواصل معايا على صفحتي على الفيسبوك اي تي فيجوالايزر، او قناتي على التليجرام اي تي فيجوالايزر، او يسيب لي تعليق على الفيديو، او ان هو يبعت لي ميل او بريد الكتروني على ميلي الشخصي اللي هو kareem.raouf@gmail.com kareem.raouf@gmail.com، او ان هو بيخش على الصفحه بتاعتي في الفيسبوك في زرار الواتس يقدر يكلمني عليه. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.